يا شيخ، إذا كان الإنسان شديد الشهوة بحيث يكون يعني كثير المذي، هل يلزم أنه يخلع ملابسه كل ما صاب المذي، بحيث أنه أحيانا ما يعلم المكان؟ المذي في الواقع هو الذي يأتي عقيب الشهوة، وقد أصيب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان رجلا مذاء، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فلا بد من أن تغسل ذكرك وتوضأ. أما من جهة الملابس فنجاسته أخف من نجاسة الثوب، يكتفى فيها بالنضح، يكتفى فيها بالنضح، بمعنى أن تصب عليه الماء وإن لم يتقاطر وإن لم تعصر، كبول الغلام الصغير. الغلام الصغير الذكر إذا لم يأكل الطعام، يعني توه يتغذى على اللبن، فهذا إذا بال على مكان يكفي أن يصب عليه الماء فقط وإن لم يتقاطر. نعم.